السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه كنت بس عايزه اسال على حاجه. نعم. دلوقتي انا زمان كان من كام سنه مثلا وانا صغيره استني شويه كنت بتعامل مع محل وفي بشتري منه حاجات وكده يعني. المهم فجيه في مره انا كان عليا فلوس فقلت له لو سمحت انا بس هروح اجيب لك الفلوس ويجي فروحت وما جيتش. الفلوس دي تعتبر في ذمتي فانا عايزه اردها ومش عارفه انا مش عارفه اوصل للبني ادم ده خالص. وللاسف المكان اللي هو كان شغال فيه خطر عليا انا ما ينفعش ان انا اروح له مره تانية فانا عايزه اعرف مثلا ينفع ان اطلعها من الله على علم ان هو مش من ديني هو يعتبر مسيحي مش مسلم زيي. عفوا انت تعرفي مكانه الان او لا تعرفي؟ لا انا ما هو كان شغال في المكان ده المكان دلوقتي هو شغال فيه او لا انا ما اعرف اصحاب المكان هم لسه اصحاب المكان ولا لا انا ما اعرف شكله انا نسيه. على كل يلزمك أن تذهبي للمكان إذا لم يكن هناك خطر وتصطحبي معك صحبة وترد المال إليه وإن كان يهوديا وإن كان نصرانيا وإن كان كافرا. إن عجزت تماما عن إيصال المال لأصحابه جاز لك أن تضعيه في منفعة عامة للناس والله أعلم.